بتقدر تلعب علي ليش ما جبتي معك الختياري اللي دعت على المحاسب؟ كان بدي اشوفها لأفهم منها. طبعا انا ما بقصد دافع عن المحاسب ابدا، اذا كان غلطان رح حاسبه بشده، بس انا بطبعي بميل يعني للحذر بالمسالي اللي فيها ادعاءات شخصيه. اي ادعاء شخصي دكتور؟ يعني هي بتحكي شيء وهو بيحكي شيء والموضوع بيلتبس. دكتور حضرتك مالك ثقه فيي؟ ست فدوى، اوعك تفكري بانه انا عم شكك بكلامك او حسن تقديرك، اعوذ بالله. انا بشتغل مديره عند حضرتك وبتلقى منك الخطوط العريضه للعمل، بس اخيرا انا المسؤوله المباشره عن المحاسب او عن الاذن او حتى عن نزلاء الدار، ويفترض اني انا اعالج مشاكلهم بالدار بدون ما ازعج حضرتك. طبعا طبعا، وانا هيك بريد مدرائي كبار ومعبين مراكزهم وبيريحوك من مشاكلهم الصغيره. دكتور ايه الصغيره وبس. يعني انت هيك امرتي، ما عاد في سفر، خلص كبينا الالف دولار. تعرفي نورا، شفت منام مقمط لي قلبي. خير؟ شو شايف؟ شفت لك انه انا نايم والسقف عم يوقف علي والدنيا عم بتشتي زوابع والسقف عم يشر فوق راسي. المطر بالمنام خير. الو، اهلين عمي، كيف صحتك؟ ببوسوا ايدك. ايه تفضلي. اللهم اجعله خير. الو، اهلين عمتي، صباح الخير. ايه لا لا، ما دقت لي، بجوز ما علق مع الخط. لا لا لا، ايه شو هالقصة؟ طيب عمتي خلص خلص، انا مسافة الطريق، مع السلامة، الله معك. شو؟ عين عمتي عم تدمع وبدياني اخذ على الدكتور فورا. يعني عم توقف تفسر المنام. هاروت، هاروت، جدو، جدو، هاروت، جدي، 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 هاروت، أنت ما بتنسي جدك مو هيك بابا؟ أنا ما نسيتك يا جدي، أنا ما نسيتك، إنن ما عم يجيبوني لعندك. هاروت حبيبي، مرحبا بابا، نحن اشتنا لك كثير، سامحنا بابا. خرفان هالقرتين، لك حدا بيستقبل ابنه هيك؟ يا مسكين، غيبتهم الطويلة عذبته كتير، الدم ما بصير مي. هاي إدبارة ست كوكب، ديروا بالكم عليها يا شباب. حاضر. أنا لي إدبارة يا أخوي؟ القصة هالمرة انقضت هيك يا كوكب، المرة الثانية بتروحي على السجن، عادي والبدي بالدار بقى. على السجن؟ ليه؟ أنا قاتلة قتيل؟ لا، ناصبة على الناس، شو هاي؟ مو عدة النصب؟ أنت تمسخر؟ راحت عليك، هلا كوكب بتمسخك مسخ. شو بدها تمسخ لتمسخ؟ أكثر من هيك ما مسخ. يحق لكم لما تقع على الفرس يقتلوا دباحينها. ساعدوها. حاضر. افتح الباب.
احكي كم مرة صاروا موقفينك لهلأ يا كوكب؟ زورا وبهتانا وحياة وجهك الحلو. احكي كم مرة؟ هاي تاني مرة. هاي المرة الثالثة. التانية الثالثة ما يهم، المهم المبدأ. ها مبدأ؟ مبدأ شو؟ مبدأ الصدق يا أخوي. أنا كوكب وما أحب الكذب. أنا ست الأسياد والأسياد أخاف منهم يعملوا لي حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. شو هالتخريف هذا؟ اسكتي بقى يا مرة، كان لازم ياخدوك على سجن النسوان. شو يا ست أم نوال، ليش مترددة؟ ست فدوى، أنت بتعرفي قديش أنا بعزك وما بحب أني زعلك. بتعرفي معزتك عندي، بس بس شو يا ست أم نوال، هذا الزلمة كان ناوي يأكل عليك رواتبك. هذا إذا ما أكرن عليك 5 سنين لحد ما انكشف أمره. معليش معليش ست فدوى، لمسامح كريم، رجال رجع كل شيء. تفضل. صباح الخير. صباح النور. آسف ما أكون عم أقاطعكم عن شيء. لا أستاذ عمار، أنت مالك غريب، بعدين بتعرف الموضوع. ست أم نوال، الرجال رجع لك مصاريكي بس بعد ما انكشف أمره، بس نية السرقة موجودة. بعدين الزلمة ما عم بيغير سلوكه رغم أني أنا أعطيته أكثر من فرصة. يا ست أم نوال، أنا بانتظار كلمتك الأخيرة. ست فدوى، أنا ما بدي أظلم حدا، بجوز كان قايل لي أنه عم يوفر لي رواتبي وأنا نسيت. ست فدوى، أنا صايرة عم بنسى كتير. طيب يا ست أم نوال، فيكي تتفضلي، بدك ما تأخذيني عزبتك. شكرا، عن إذنكم. بحبها كتير لهي المرأة، بس ماني عم بقدر أفهمها. هلأ أنا كيف بدي أتصرف مع أبو حسام؟ ضعفت لي موقفي هيك. ليش؟ شو عمل شي جديد؟ رد اتصل فيني التاجر وقال ابو حسام راح لعنده هالمره وهدده انه يحط اسمه على اللائحه السوداء. اللائحه السوداء؟ ايه، يعني ابتزاز مشان الكوميسيون. هيك عم يدعي التاجر. صار لازم يطير هالحرامي. طيب في اثبات شي؟ سالت التاجر، قال كان لحاله بالمحل، يعني ما في شهود، كلمته مقابل كلمه ابو حسام. شو جباني هالام نوال، ضيعت علينا فرصة محاسبته. على كل إن صعب كتير نحس مثل ما هي بتحس. عمار، المسألة مسألة مبدأ. أنا مبدأ الشيخوخة بحد ذاتها ضعف، بقى كيف إذا كانت حالة وحدة مثل حالة أم نوال مقطوعة من شجرة يابسة وما لحدا؟ لا، ما أقنعتني. أنا بعرف إنه الصح صح والغلط غلط. على كل إن بكرة بس أرجع من حمص بحاول أقنعك. بابا، نحنا ما نسيناك، نحنا وقت كان في مصاري حطيناك بأحسن دار مسنين. أنا ما نسيت موضوع ما موضوع دار. أنا ما بنسى كيف كانت تعاملني جوزتك مادلين. أنا بيحكي الكلام من دم ابنك مشان يعرف قديش أنت ضعيف وما عندك شخصية وما عندك إرادة. بابا قصة مو هيك، أنا مصاري تبعي كله كانت مع ديلي، مع سهرة، رقبتي كانت كلها بإيده. وهلا وين صارت رقبتك؟ تعلقت بالمشنقة، 17 مليون تارت. طارت؟ وين طارت؟ كيف طارت؟ أنا كان قلبي حاسس إنك عم تعمل شي مميز. شو من فيك عديلك؟ شو من فيك؟ اشتغلنا بورصة ببيروت، أول شي ربحنا كتير. وهلا؟ هالحديدة. والمحل؟ مهجوز، مسكر. هذا المحل أكل من إيدي شاب 45 سنة وأنا عم أسسك إياه وابني اللي سمعته. تجي أنت بتروحي بالبورصة؟ أنت ميكانيسيان ابن ميكانيسيان، أنت شو بفهمك بالبورصة؟ أنت شو بفهمك بالبورصة؟ جدو جدو لا تزعل، بابا بيحبها كتير ونحن بنحبها. طلعتوني من البيت، حطيتوني بدار النور، قلت معلش في شوية عناية في شوية كرامة. بعدين استكتبتوا علي 15,000 ليرة في الشهر. مشان إيش؟ مش هالست مدلي تبعك يتمغتر بالصالون يلبس فرو. رميتني هون بالدكل. تفوق عليك، تفوق عليك. و
شوفي شلون عم بيحكوا عنك بالجرايد. الله لا يوفق الجرايد واهل الجرايد، ناس مفتريين. اسكتي لا تسب الجرايد. ها انا ما اسب الجرايد يا اخوي. مين اللي وقفك؟ الامن الجنائي؟ ايه الامن الجنائي. انا وش عامله؟ انا مجرمه؟ دجالون ومشعوذون ينصبون الافخاخ ويثرون على حساب آلام البسطاء. أوف، لك قديش تملك يا كوكب؟ أنا أملك كثير يا خول، أملك حب سيادي وكلهم واقفين معاي وما يتركوني بالذل. المبروكة قطعة لحمة تتكلم وتتوالد ويتناقلونها من بيت إلى بيت، يسقونها شايا محلى ويتحدثون إليها في منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، شو هالمبروكة هاي؟ يا أخوي إذا كنت مالك مصدق لا تقول هيك، حرام عليك، بعدين يغضبوا عليك الأسياد. اسكت يا أخي اسكت، عف عنا بقى المدوها. شفت هاد؟ شفت رفيقك شلون زين ويخاف من الأسياد؟ خود ضبها الأضبارة، ما بقى عليك إلا تعمل لك حجاب مشان تترفع، مو هي؟ يعطيك العافية ست فدوى. أهلين عم حميدو، الحمد لله على السلامة. سلمك. شو وينه فاروق؟ فاروق بقي بالمستشفى. ليش؟ كانوا بدهم يخرجوه من مبارح. اليوم الصبح زاروا الدكتور تبع الدار وعمل له صورة صدر وطلب إنه نخليه بالمستشفى مشان يفحصوه أكتر. طاب من الإسهال؟ طاب من الإسهال، بس يظهر في شيء بالصدر. الله يشفيه. على كل أنا راجع على المستشفى بعد الظهر. يلا بالإذن. الله معك عم حميدو، الله يقويك. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. مرحبا. مرحبتين. يعطيك العافية يا حلوة. الله يعافيك يا خالي. خير شو في؟ نزيلة جديدة من مركز التأهيل. كوكب. واحدة بكبر أمك تقول كوكب؟ أنت ما تستحي، قول خالة كوكب. لا تواخذيني يا ستي، أنا ضيفة عندك جديدة. أهلا وسهلا فيكي. أم إيش بيقولوا لك؟ أحب تناديني خالة كوكب، لأنه سبحانه وتعالى ما رزقني الخلفة. سبحانه يرزق الخلفة من يشاء. خلص فيكن تعتبروا ضيفتنا وصلت، يعني هي هلأ بأمان. الله يعطيكم العافية. الله يعافيكي ويكون في عونك. بابا بيتي بيتك، وقت بريد برجع. أهلا وسهلا جدا. الله يخليك. بس في مدير لازم خبره. ايه معلوم بابا، انت خليك قاعد هون انا بروح بشوف. لا لا انا لازم بروح خبره، انا صعب العلاقة. بعدين انا ما نتكلم صح كم ساعة، انا ما نتكلم صح. ومي يلا تعال. اجوك كل الحبايب. الله يسلم. هي هاروت صغير حبيب قلبك. حميدو صاي حميدو، انت شو كنت هيك؟ ما بيهم لا الاسم ولا الكنية، المهم الصفة. حميدو انت فيلسوفة. هذا حميدو اخي وهذا ابني جارو. بعرفها سيد حميدو، زارتني من كم يوم. بابا هاروت روما جدو حميدو العبدات، أنا بدي بيحكي مع بابا كلمتين. معلش حميدي معلش، بس شوي. مين هي اللي جايبين لي اياها؟ من وين جايبينها؟ هي مرة مجنونة، دخيلكن أنا ما فيي. خير خير أختي خير. شوفي أنا بحج إذا هالمرة بتنام معي بمحل واحد. أنا مريضة.
طولي بالك طولي بالك، شوف وشك شلون اصفر، خدي اشربي لك شويه مي. ارتاحي لشوف. احكي لنا لشوف شو القصه؟ يا اختي زلفة، مين هي اللي جايبين لي اياها؟ مدري شو طالعت من البلجي، ومدري شو حاطه بقطرميس فاحت منه ريحه فظيعه. بعدين شعلت فحم بالاوضه وقال بدها تشرب ارجيله. انا بختنق، انا مريضه معي ربو. شو هالسمعه؟ باين عليها شوي غريبه. لا يا اختي زلفة، مو شوي، انا بحياتي ما شفت هيك ناس. اهدي اهدي، تعي معي لشوف شو عامله هالحرمه. الحقيني يا زلفة. ما شاء الله ما شاء الله، فاتحين قهوه نحن هون. حبيبتي نحن ما لنا فاتحين لك قهوه لحتى تعدي على اي طاوله بدك اياها. وش الهرجه؟ الديار دار الله ولا اجلس والمريض. ايه قومي قومي يا اختي، رتبي التخت تبعك وطلعي لي وخمك لبرا، ولا بقى تعدي على تخت غيرك. بعدين التدخين بعنابر النوم ممنوع. شو هاد؟ هذا اللي ينطيك السر ويدلك على الطريق. الطريق؟ اي طريق؟ طريق الامانه، طريق اللي تحبينه واللي تكرهينه. الله يعطينا خير هالنهار. عروت حبيبي، انا رح اضل هون. ليش يا جدو؟ ما اتفقنا؟ حبيبي هاروت، انا وجدو اتفهم على كل شيء. جدو بده بضل هون، وانا وانت بده بيجي بزوره كل يوم احد. لا جدو بده يرجع على البيت. هاروت حبيبي، يا حبيبي يا هاروت. يلا هاروت حبيبي، يلا يلا. شايفه يا حميدو ليش أنا بحب هذا الولد؟ هاروت بحب جده كتير. ست فدوى، في مشكلة صايرة تحت. هاي المرة الجديدة ما بعرف شو حاكية مع نجلة، مخبصة معها بالحكي، مدري شو عاملة، مدري شو حاكية، ما بعرف. هلأ هيك باحثة اجتماعية مثلك يا كينانا بتنقل الخبر؟ شلون يعني؟ بتقليلي مدري شو حاكية ومدري شو عاملة؟ المفروض انك تقليلي هيك انحكى وهيك عملت بوضوح، والأفضل كمان انك تقليلي رأيك، والأحسن انك تعالجي الموضوع وتخبريني كيف عالجتي. مزبوط معك حق، يبدو اني انفعلت زيادة وما عرفت شلون بدي انقلك الخبر. على كل حال بسيطة، كلياتنا لما بننفعل ما بنقعد كثير ونفكر منيح. هلا خبريني شو قصتها كوكب؟ يا ستي اول شيء عم تشرب ارجيله بعنبر النوم، بعدين مدري شو عامله بالعالم تحت، فاتلت لهم عقلهم، قاعده عم تحكي لهم بالسحر والشعوذه. الك عن خدي اقري يا ستي، الختايره تبعنا بالايام الجايه يا بدهم يتسلوا يا بدهم يجنوا. السلام عليكم. السلام. المريض يلي بهذا التخت وينه؟ وقت اللي دخلت انا ما كان في حدا هون بالتخت. يمكن طلع من الظهر. طلع لوين؟ لا تؤاخذينا يا بنتي، في شويه فوضى. يلا ماشي الحال. حق علي انا يا بي، صايره عم قصر بحقكم. الله يرضى عليك يا بنتي. اهلين وليد. أهلين يا ابني. أهلين. هذا الطقم شتوي، تركيه، بدي أخذه على الكواب. أنا هلأ باخذه بطريقي على المصبغة. حشي محله، أنا باخذه على المصبغة. استمعتوا للبرنامج؟ وليد بكشي؟ لا
ليش طالع خلقك؟ هيك وليد احكي، نحن ما عدنا صغار. لا أنا بعدني صغير ومقعد. آه هاد اللي مزعلك مني. معك حق، أنا غلطت، حسيت أني غلطت، وتمنيت لو أنكم ما عم تسمعوا البرنامج. طول عمرك وانتي بتعامليني على أني صغير ومقعد. أنا؟ إيه أنتي أختي الحنينة، طول عمرك بتخربطي بين مقعد ومعوق، بحياتك ما فكرتي بالفرق بيناتهم. وليد حبيبي أنا طول عمري بعرف الفرق، عقلي بيعرف الفرق، بس لساني زل. أنا بعرف قديش أنت قوي ومتفوق. لا كل تصرفاتك بتقول إنك ما بتعرفي أو مالك واثقة بهالشي. أنت رفضت تروحي مع جوزك على كندا لأنك معتبرتينا مكرسحين. لا يا ابني لا لا. إيه هي معتبرتنا ميتين أو على حافة قبرنا، عالي عليها. لا يا وليد لا، أنت عم تظلمني. لك أنا بحبكن كتير، أنتو أهلي، العيلة الطيبة الصغيرة يلي ربيت فيها، يلي طلعت منها، يلي ما بعرف شو بدي أقول. يا أولاد شو صار لكم؟ ولك أنتو كلكن اثنين ما في غيركن، شو صار لكم؟ استهدوا بالله، لما كنتوا صغار ما عملتوا هيك. قلوب مليانة. يا عيب شو ما عليك، قلبك المليان. قلبي المليان؟ لا يا ابني لا، صفي قلبك، انتو اتنين صفوا قلوبكم، على شو مختلفين؟ على الميراث؟ خلص رح اكتب لكم كل واحد 10 ملايين وتلت بيوت. بالمناسبة اخوكي اللي مو معبي عينك قرر يتجوز، اكيد هلا عم تفكري انه عمية ولا مكرسحة اللي قبلت فيني. مين قالك انا هيك عم فكر؟ لك منى روحي شوفك متجوز، ليش عم تقسى علي وتعاملني بلقم؟ صحيح يا ابني بدك تتجوز؟ ايه نعم. يا احمق دخر بطلي مشاعري، ما عاد اعرف ازعل منك ولا افرح لك. بعدين شو بهم اذا كانت عمية ولا مكرسحة، ما دام هي اللي اختار قلبك. وحياتك حلوة كتير. هذا اللي صار اليوم. يا جماعة حدا منكم شاف فاروق؟ ليش طاب فاروق وطلع من المستشفى؟ يعني ما رجع لهون؟ تعرفوا يا جماعة معناته فاروق فركها حرام؟ خلصنا بالحرامي. مسعد يا مسعد، ما شفتي فاروق؟ ليش وينه فاروق؟ مانو معك وانت معه بالمستشفى؟ لك يا مسعد لو كان معي او كنت معه بالمستشفى ليش عم بسألك عنه؟ ما بعرف، يعني ضيعته؟ ضيعته؟ كريح حالك يا منظوم، بتضل مشغول بغيرك؟ بدي شوفه وين اختفى هالأجدب. حامل لي السلم بالعرض. ينطيك العافية يا مسعد، بغيتك ما رح تتحقق إلا على يد كوكب إن شاء الله. وايش هي بغيتي يا خالتي كوكب؟ اهي انت تختبرين كوكب ام الكرامات؟ لما تريدين انت دقي الباب ونفتح. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام، نورت دارنا بالكواكب. وش ضحكك ها؟ صوتك مثل صوت الماعز. لا تزعلي، أخونا أبو مرعي هو بيضحك هيك، بس ما بيصد الأذى بحدا بنوب. هيك يستقبلون الناس بالكلام الحلو. كلامك يقول إنك عارفني. وهل يخفى القمر؟ كفيت ووفيت. قل يا أخوي، وش الاسم؟ منير. قل لي يا أخوي، من وين تعرفني؟ وبعد تعرف اسمي؟ طبعا، ليش مين ما بيعرف الست كوكب؟ وش تعرف عن كوكب كمان؟ كل خير، ست كوكب من جماعة الكرامات. تقدر تقول هيك، أنا عمي يشفي حتى الأبرص بإذن الله، واني بعد أشفي المحتاج. قل يا سيد منير، أنت تريد دار الكرامات؟ والله بالحقيقة أنا بالأول ما كنت اهتم،
بس لما جرجرتني الظروف ورحت على مركز التأهيل سمعت بعض سماعات عنهم. الله يلعن الظروف اللي تجرح نفوس العالم. هذه بدها جلسة ثانية. لك أنا داخل على عفريت الزرق يا ناس يا عالم، دبروا لي عود من تحت الأرض، أنا راح أطق. رايطق عودك الرنان يا حبيبي، عودك الرنان. مفيد، لأكثر من سبب أنا مالي ميالي لحفلة عرس كبيرة يعني ولا صغيرة. شو يعني؟ بلا حفلة. ول 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 ول، وأهلي وعشيرتي وأهل بلدي شو يقولون؟ متجوز أرملة؟ أخي أرملة مطلقة؟ يعني أنت اللي بدك تتجوز ولا عشيرتك؟ المهم تكون أنت مقتنع. يا رند يعيبون علي لحتى موت يعيبون علي. يعني كم واحد عشيرتك؟ نحن أولاد أبي 10، وإخواتي وصهورتنا ونسايبنا وإخوالي وعمامي وأولادهم ونسوانهم ورفقاتي، يعني يعدوا لهم 100-120 نفس. ولي يا ساتر. اسمع مفيد، من هون بوشنا على المأزون، بعدين بالطيارة على اسطنبول، منقضينا كم يوم وبعدين منعمل جولة. يعني قديش يكلف هالمشروع؟ يعني أقل من مشروع الحفلة تبعك. بس لا تنسي إنه إذا أنا تجوزت على طريقة هلي ترى يساعدوني وأنا بحاجة. معلش، تجوز على طريقتي وأنا بساعدك. لا 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 لا، ما أقبل أبد. معلش، أقبال دين. يا رند كثروا ديونك علي وماني عارفان شلون أسددهم. مفيد، عيب تحكي هيك. بعدين لا تخاف، بتسددهم الأيام جاية. أنا ما بقول غير مرة هم مرتك حاطة. شو يعني؟ أبو كارو، يعني ليش رجعت لهون؟ هيك يا أحسن. كيف أحسن يعني؟ لساكن زعلانين مع بعضكم؟ لا، صار سلم، بس مثل قلته ما في فايدة. كيف يعني مثل قلتو؟ هذا جارو مرة جزو رجال هو خرب حاله، مجنون الله يسامحه. قالوا لي صوتك جميل وتعزف على العود. ومين قال لك؟ إن قلت لك لا سيادة أكون غلطانة. حلو، طيب لكان مين؟ جمهور المستمعين. وقالوا لي قصتك مع العود ومعك حق، وش ينفع الخيال من غير الفرس؟ صحيح، فرسك عندي. ما فهمت كيف يعني؟ عودك عندي. وينه؟ ما تصبر الغد؟ مع انه قلبي عم ينطف على العود، بصبر لبعد الغد. شو لسه ما خلص الفيلم؟ خاطرك، ما عاد فيي، تعبت. الله معك. شبيها ست نجلة، ست كويسة كتير يا ست كوكب. ليش احنا قلنا غير هيك؟ خير ان شاء الله، ما مهمين ومزعل مين. يا جماعة وطونا التلفزيون شوي، خلينا نتعرف على اختنا الجديدة هون. لا لا توطوا، بدنا نسمع. لا توطوا، لا حدا يزعل لي ابو مرعي. مثل ما بتريدوا. لا 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 توطوا، يعني يظهر ما لنا نصيب نتعرف على الست. تصبحوا على خير. لا وين قاعدين؟ قاعدين ست كوكب. لا يؤمن. ايه، وانت من اهله؟ رياض، يا رياض، رياض، مرحبا ابو عمر، ان شاء الله تكون بخير.
أنا هاي تاني مرة بتصل فيك اليوم. مر علي اليوم واحد من شلة النجمة إياهم، بتحبه كتير كتير، وصل لك أكتر من 20 سنة ما شفته. يا سيدي ما رح أقول لك مين هو، إذا ما عندك أي ارتباط الليل الحقنا، نحن بالنجمة من الساعة 8 وطالع. أعتذري من الست ممر وسلامات. هلو فدوى، إذا جيتي قبلي على البيت لا يبقى بالك، أنا رحت مع دكتور سيف. تشاو. لك منير بتعرف لي وين خرج دور على فاروق؟ لا لا يا أحمد، لا تكون مفكرني حرامي مثل حكايته. أعوذ بالله، لا 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 سمح الله، ما معقول يا منير. بس الموضوع انه يعني هو شغل لي بالي بهريبته، بتعرف ليش؟ لانه مرضان ومرضى ثقيله وهو مو عارفان حاله. يا لطيف، صباح الخير حبيبي، ليش عم تاكل على الواقف؟ صباح الخير. لانه مستعجل. اوه تاخرت. يلا انا نازل. فدوى بدك شيء؟ لا شكرا حبيبي، انا فورا بعدك نازله. على كل حال انا اليوم بجوز اتاخر شويه لانه في عنا وفد من المنظمه. لا حبيبي خذ راحتك، بنلتقي المساء. على كل حال انا يمكن اتعشى معهم. انت اذا كان في عندك وقت فاضي ممكن مر عليكي ونطلع سوا نتعشى معهم. طبعا يمكن صح لنا نحكي مع بعضنا بالنهار، بظن هيك. باي باي. صباح الخير. صباح النور. شو متأخر؟ ايه قلت لحالي بشوفك قبل ما تسافر. ما كنت رح سافر بدون ما اشوفك، بدي امرق لعندك على الشغل قبل ما اروح على الكراج. شفت الوضع بعينك؟ عبد انا بعرف الوضع من قبل ما اشوفه. لا تسافر، لازم نقعد هنا عادي ونحل الموضوع. بس عبد انا ما بقدر، يعني بتعرف انت برنامجي له مواعيد، اذا تأخرت مشكلة. لا ما بعرف، والشغلة لازم نلاقي لها حل. يا هلا بالاستاذ منير. يسعد صباحك ست كوكب. وصباحك، تعال. مفكري حالة طبية ختيارة الجن؟ ديري بالك، هاي مخاويته. معك حق، الله يجيرنا منها والله يستر هالأهبل.
لا هذا الأهبل منير من يلي مخاويته. ما أنت قلت إنك تصبر لبعد الغد؟ صحيح أنا قلت هيك، بس أنت كمان بالأول قلتي للغد. قبل ما تأخذ العود أريد أطلب منك خدمة ما تصعب عليك. لك أنا خدام الأكابر، أنا خدام الطيبين، أمري. هالدار ما هي داري يا سيد منير، وأهلها موالي. أريد أخرج من الحبس وأرجع لبيتي. لك غالية والطلب رخيص والله، بس بقى في مشكلة. النمس هذا اللي على الباب. أي نمس؟ أبو مالك البواب اللي يوقف على الباب. أمسخه قرد. تمسخي قرد؟ لا شو رأيك بقى لو تمسخي قطة؟ هيك بيكون أهون للهريبة. سلام عليكم. وين رحت يا المجنون؟ أنت ما ينهرج معك؟ أنا رجال وقتي ضيق، بعدين شوفي لقلك. أنا رجال دغري. زين يا سيد منير، الدغري بعدين نحكي فيه. أهلين. لقيك ما سافرت؟ ما قدرت سافر وانت زعلان مني، قلت بجي بحكي معك قبل. قالوا لي عن الحلاق. أنا بدي أزعل منك لك أخي. ليش مين إلي غيرك ومين إلك غيري؟ أبوك شوفت عينك، مرضوا هالكو والخرف عم بيزيد كل يوم عن يوم، ومرتي يا دوب تشيل الأولاد. معك حق يا أخي، معك حق. إيه معي حق. وبعدين يا أخي أنت عم تشكيلي وأنا عم ببكي لك. وكيف هاي؟ شو كيف هاي؟ انت قل لي شو بيطلع بايدي ساوي وانا جاهز. صار لك 5 سنين بالشام لك اخي، وإذاعة وتلفزيون وضرب وطرح، وجاي تقول لي هلا شو بدك تساوي؟ شو؟ ما بعرف شو. وانا ما بعرف شو. صرنا 2 ما بنعرف شو. يعطيكم العافيه. خليكم قاعدين، ما حدا بيقوم، ما حدا بيقوم. وين اللي عم بالكامل تهي بدرس مبارح؟ أنا دكتور. تفضل عندي. فشوانا بالدكتور أبو مري ضد الكسر. افتح 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 كمان كمان. راح الورا مفاش، ما عاد في ورا. فشوانا من زمان يا دكتور. أنا أعطتك إحالة لطبيب الأسنان ولازم تروح. إذا ما رحت بوجعك مرة تانية وبلتهب عليك. شو بدك تصلي هلا تصلي يا دكتور؟ هذا صار مثل سيارة عطيها، ما في زيك منات، ما في شي منه، خلص صار للكب. ليش ما تحكي؟ الدكاترة يضحكون على العالم. اسأليني أنا، يجوني اللي يضحكون عليهم الدكاترة، ويجيني باليوم 100-200 قولي أكثر. هلأ بتطيب معك الحزازة؟ الحزازة والصلع والبرص. أقول لك عم الشيخ عمير يداوي حتى الأبرص. عمك ولا أنتي؟ أنا وعمي. أنا تلميذته هو أستاذي، هو يفعل اللي ما أقدر عليه وأنا أفعل اللي ما يقدروا عليه الدكاترة. إن شاء الله دواك عندي.